السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هناخد مع بعض فصل قصة جديد، وهناخد الفصل التاني. احنا خدنا طبعا الفصل الأولاني، النهاردة هنبدأ مع بعض الفصل التاني. طبعا الفصل التاني يا ولاد مقسم إلى 3 أجزاء. أول جزئية بعنوان أين أماني، تاني جزئية بعنوان مغامرات تحت الماء، تالت جزئية بعنوان الأشباح السوداء. هنبدأ مع بعض النهاردة أول جزئية اللي هي بعنوان أين أماني. تمام، طبعا كنا خدنا في الفصل الاولاني اول حته اخر حته كنا خدناها لما كان اسامه وامين راكبين على ظهر الحمامه ورايحين لاختهم طبعا هاله في سيناء. لما حصل لاماني دوار، اللي هي طبعا حصل لها دوار ووقعت من على الحمامه وتعلقت بريشه واحده، وحاول اسامه اللي هو يرفعها بس سقط هما الاثنين فين في الماء، الى اسفل الى اسفل الى اسفل، واصطدموا في الماء ونزلوا تحت الى قاع البحر الى اسفل الى اسفل الى اسفل. هناخد بقى مع بعض النهارده ايه اللي حصل لما وصلوا الى قاع البحر. طبعا اول ما وصل عقلة الاصبع الى قاع البحر يا ولاد، وجد نفسه في عالم غريب عجيب. لقى نفسه كده في عالم غريب يا ولاد وعجيب، ليه؟ لانه لقى نفسه في حديقة عجيبة الشكل، حديقة غريبة مليانة الوان جميلة بديعة الالوان، فيها ما يشبه الاحجار المصنوعة من مادة صخرية صلبة جميلة مختلفة الاشكال. تمام، يبقى وجد نفسه في حديقة ايه غريبة الشكل، فيها حاجات غريبة وألوان جميلة زي ما يكون أشجار مصنوعة من مادة صخرية من الصلب، أشجار صلبة من الحجارة بس شكلها جميل، فيها ألوان أصفر وأحمر وأخضر وبرتقالي وأبيض وبنفسي. تمام، دي ايه يا ولاد؟ دي بقى ايه؟ الشعاب المرجانية، اللي هي بتبقى طبعا نباتات عاملة زي الصخور كده بس فيها ألوان جميلة طبعا، أحمر وأخضر وبنفسجي وأبيض وإيه وأزرق. تمام، المهم بدأ أسامة يا ولاد اللي هو عقلة الإصبع يبحث عن أخته أماني، عمال يدور على أخته أماني وسط هذه المستعمرات المرجانية الجميلة، وبدأ يتحرك وسط هذه الحديقة البحرية الجميلة وينتقل بين فروعها وفروع أشجارها الصخرية الصلبة ذات الألوان اللي طبعا فيها ألوان جميلة، عمال يدور على أخته أماني يبحث على أماني. بدأ يكلم نفسه بيقول إيه، الله ما أجمل هذه المناظر المدهشة الجميلة، إيه المناظر الجميلة دي التي كنت الحاجات دي أنا كنت بقرأ عنها في الكتب، اول مره اشوفها في الحقيقه. يبقى بقول الحاجات دي انا كنت بقرا عنها الاول في الكتب، فاول مره اشوفها ايه في الحقيقه. ما اجمل هذه الاشياء وما ابدع هذه الاشجار الصخره الملونه الصخريه الملونه. تمام، طبعا هو بس بيكلم نفسه بيقول ايه، انا عارف ان الحاجات دي اللي عاملها حيوان المرجان الجميل. يبقى هو بيكلم نفسه بيقول الله الحاجات دي جميله وانا كنت قرات عنها في الكتب وعارف ان اللي بيصنع الحاجات دي حيوان المرجان الجميل، وهذه الحاجات دي طبعا اسمها الشعب المرجانيه او المستعمرات المرجانيه. مستعمرات مرجانيه اللي هي بتبقى شعب مرجانيه كتير يعني، فبنسميها مستعمرات مرجانيه. المهم قال لك حيوان المرجان ده بيعيش في البحر طبعا، وبصنع المستعمرات دي يا اولاد او بصنع الشعب المرجانيه دي بيبقى عايش جواها. تمام، فلقد كان من حسن حظنا طبعا، هو أسامة بيقول لقد كان من حسن حظنا ان هو وقع في المكان الجميل ده. هو طبعا مبسوط جدا ان هو وقع في المكان الجميل ده، بس هو في نفس الوقت زعلان ان هو مش لاقي مين اخته اماني، وعلى عمال يدور عليها ومش لاقيها. يبقى أسامة لما وقع في المكان ده وجد فيه الشعب المرجانية الجميلة دي وحاجات جميلة، بس مش لاقي اخته اماني وعمال يدور عليها. تمام، وعرفنا ان حيوان المرجان ده بيعيش فين يا ولاد؟ في البحر، وبيصنع المستعمرات المرجانية. المهم اخذ عقلة الاصبع ينتقل بين هذه المستعمرات المرجانية الملونة الجميلة، وعمال يبحث عن اخته امين ومش لاقيها برضه، يدور يدور مش لاقيه، وعمال يقول لنفسه انا مش شايفها في اي مكان، يا ترى انت فين يا اماني، وعمال يدور ويبحث عنها ولكن من غير اي فائدة، مش لاقيها يا ولاد. طبعا زعل جدا اللي هو ايه ضيع اخته اماني منه في البحر. طبعا ده كله خيال في خيال، هو طبعا الانسان لو نزل تحت قاع البحر ولا هيتنفس ولا حاجة. تمام، اول ما واحد بينزل طبعا تحت الميه بيموت، تمام، لان مفيش اكسجين فبيموت، بس ده طبعا عشان خيال في خيال، فهو جايب لك اللي هو عايش تحت الميه وبيمشي كده تحت الميه عادي. المهم اسامه لما نزل تحت الميه طبعا واكتشف ان اخته ضاعت زعل جدا، وبدا يدعو ربنا اللي هو يجد اخته امانه. يبقى اخذ يدعو الله ان يجدها. تمام، يبقى عمال يناديها ويدور عليها ومش لاقيها، وبدا يدعو ربنا عشان يلاقيها. فهو بيدعو ربنا بيقول يا اولاد يا أماني يا أماني أنت في أي مكان، يا إلهي أنت عوني أين يا رب أماني، يا أماني يا أماني أين أنت يا أماني. تمام، يبقى أسامة لما مش لاقي أخته بدأ اللي هو يدور عليها برضو كتير، وبعد كده بدأ إيه يدعي ربنا اللي هو يلاقيها. وقلنا بيدعي ربنا بيقول إيه تاني، يا أماني يا أماني
أين أنت في أي مكان يا إلهي أنت عوني، أين يا رب أماني، يا أماني يا أماني، أين أنت يا أماني. تمام، وبكده يكون خدنا الجزئية الأولى من الفصل الثاني. تمام، هي جزئية صغيرة، وبعد كده هنبقى ناخد الجزئية التانية والتالتة بعد كده. معانا على البورد كده أسئلة على الجزئية دي. أول سؤال بيقول لك أين وجد عقلة الإصبع نفسه بعدما وصل لقاع البحر؟ قلنا وجد نفسه فين يا ولاد؟ قلنا وجد نفسه في قاع البحر، وجد نفسه قصدي في عالم غريب عجيب، حديقة عجيبة الشكل بديعة الألوان، فيها ما يشبه الأشجار المصنوعة من مادة صخرية صلبة جميلة مختلفة الأشكال، بعضها طبعا لونه أخضر، وبعضها أصفر، وبعضها أحمر وبرتقالي وأبيض وبنفسجي. تمام، ما الذي سألت رقم اتنين، ما الذي يصنع ما الذي يصنع المستعمرات المرجانية؟ ايه اللي بيصنع المستعمرات المرجانية ده يا ولاد؟ طبعا اللي بيصنعها ايه؟ حيوان المرجان. حيوان الايه؟ المرجان. واين يعيش يا ولاد حيوان المرجان ده؟ بيعيش فين؟ في الماء، تحت الماء. تمام، سؤال رقم ثلاثة، ماذا فعل عقلة الإصبع بعد أن اكتشف ضياع أخته؟ إيه اللي حصل لما اكتشف أن أخته ضاعت؟ قلنا بدأ يدعي ربنا اللي هو إله أخته، بدأ يقول يا أماني يا أماني أنت في أي مكان، يا إلهي أنت عوني، أين يا رب أماني، يا أماني يا أماني، أين أنت يا أماني. تمام يا ولاد، وكده يا ولاد يكون خلصنا الجزئية الأولى من الفصل الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.